سلام خليته. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. عايزين عشان يشهد الله. عايزين عشان يشهد على رمه يا عيني. الله الله العظيم يقول له شفت الراجل شفت عمك لما قبل ما يموت؟ بابا. لا ما شفتوش. قال له عم يحميك انا هتعملها على ايه؟ قال الراجل ده بقول لك اشوف قال له هتعجبني قد الراجل دي. سبحان الله. سبحان الله. الحق بقى للحق للحق الحق حق يتبع اللي كانوا واخدينه ويشهد علشان قالوا هقول الحق قلت له حاجه انا رحت بيطلع الحق من الوقت اياك وشهادة الزور الحق لازم يرجع لاصحاب الدنيا في الاخر الحمد لله ابوي حقنا في كل حاجه بقى بابا ايديا هو الواحد ورباطه وقضويه يعني هو مصدر سبحان الله سلمت عليك ما تكلمش بقى عشان مكحيه ورباطه اللي خدت عملت العمل على جلدي لا حول ولا قوه تنيت بقى لحد ما ماتت في ضربه ما عرفت يختم تاني من اللي شالوا بقى عشان كنت بتقولي ست فاطمه كنت بتقولي ست فاطمه تيتا فاطمه ايوه وحطها تاني احنا مني بحطها زي ما كنا بس ما يفض ما يبان هو شوي او زي قال ايه فاطمه اهدى في جلدي اعوذ بالله اهدى على طول اعوذ بالله يعني بيبقى غصب عن الواحد اعوذ بالله ربنا ينتقم منهم الظلم ربنا يخلصنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب يخلص لك انت وبابا يا رب الحمد لله أكيد الحمد لله والشكر إذا حتى تعب حد خالص إن الله لا دعاء أجر من أحسن عمل اللي صالح له بيعملوا طرف حلو واللي بيعملوا غلط عليه على قلبه أنت مش وعيدك تشهد وعينك تشهد ورجلك كل حاجة تشهد فيه الله ربنا يسترها يعني كمان ربنا ما بيهدرلهمش حاجه اللي بنطقوا دول كل يوم كل يوم دول بنطقوا هشيع ده عذاب اليوم لطم وفطر ياكل وغم يا اكيد بيذلفهم تعذيب في الدنيا وفي الاخر دي في الدنيا اما في الاخر هيعملوا اشد اشد واكثر يعني اللي بيعملوا في الدنيا هو اللي كما شرهم يا رب من كان في الضلالات فليمدد له العذاب مد خده كمان وكمان اشتغلوا اقتلهم ويمشوا في جنة زيتهم وهم اللي عملوهم ربنا يرحمهم أولياء الله ربنا يديك الصحة ربنا ينور لك عينيك وقلبك ويشفيك وعافيك كمان استرها معك في الدنيا وفي الآخرة كمان وكمان ربنا استرها معك في الدنيا وفي الآخرة ربنا يصلح لك وبارك العيل اللي لسه بيقول كما يعودان اباه يعني يولد يعني بينولد على الفطره ما من مولود الا ولد على الفطره فاباه يهيدان او ينصران او يمجسان ايوه بيدلعوه
لكم دينكم وليدين يعني نطحين وشوف من اللي عمل لكم السماء والأرض ربنا لكم الله كذا كذا وكل من عند الله أعرفكم كل حال يلا ربنا يديك الصحة يكملوا وياه إله آخر ربنا يسترها معك دور بخاطر يا رب يا رب.